الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنس كورينيا وهو أنس ليهي وحا يريد وآد يريد إنه النبي نو خطبه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا النوتشي ديو إلا هذي بعضه كما تجي تشيرين هذا الكن محوية هي هذا الكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب كيس إيه هذا الكيس إيه مركو أمد وحوتشي دينا يؤوب بدنان تشيرين محوية وحولية هي وحو النبي كوع العلين تشيرين تشيرين صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، إيمان ما لها روحا أمان لهين، ولا دين لمن لا عهد له، دين ما لها روح أم بلن كلهين. وأرين وين دينتي وحلو ديدي ولقى أنفيي ولقى حيوبيي روحا بلن لهين. عبارة إيا هذا الكسيد ويالو بمعنى الدين ودن ماله واحد مربى هدوسا بلن لهين دين ودن ماله مر هدوسا أمانة لهين إيمان ودن ماله ساسا معنى حديث ويالا وعرين عجيبة دينتي وحال لقد دقي إني تهي بلن لا إلاليو هي أمانة دول حفظيو إيمانك وحال لقو كوبي أمانة دول إلاليو دينتي وحال لقو كوبي بلن طول إلاليو. سيداس درادية با ابن القيم عليه رحمة الله وحليه الدين كله عهد ووفاء دين تدمانتت وبلن يفلنتي سوا بلن اد ربك قال لك شيء او تفلنيس اي بلن اد ادومه الهي لك شيء او تفلنيس دين تو انت زويت مركاتو تفاصيل ارادك بحي رحمه الله عليه قران كريم كان مركان ان نقنو اسلام عنها سان كهلينا الله تبارك وتعالى وحو إنا أمري بلمها إيه الشيسيادة ألا وذقلي قليسان إلى ليا أوفوليا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود مؤمنين تيو فوليا قنتمها أد قنتنيسان شروط أد وذقليسان الشيسيادة أد وذقليسان بلمها أد وذقليسان فولي أبو الله تبارك وتعالى العقود وبمعنى العهود الله تبارك وتعالى أمر كيسو وحو فائدة يا وجوب وحو أمر ينا مصلحة كترت أما مصلحة داسي خالصة آت أما مصلحة داسي راجحة آت سيدوك للرب تبارك وتعالى وحو إنا قربي بلمها مركي لقلو تشبين توضنا وإنا قربي الله تبارك وتعالى وحو إنو الشيغي وإن أينيري ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها بلماها يشي زيادة اتفاقاتك التزاماتك هتشبيننا مركات أتكيسين كدب باركو أتكيسين قرتين كهشيسين ككلتكتين أي لازمتي هتشبيننا أبو على ليه تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الشيء هذا أدو مدي سكر ريبو ديب كتير درت أيال لو ريبيا أما ديب كاسي هن نقدو خالص أما راجع هن بل ما هف أوفية شبين تنكاي لالية قرآن كي نساسو ينفرية بلن ربي جنب بل الله قالي هو أدو مدو الله وذا قالين ووحي تهي إنه إساقا كليجي عابدنو
عبادتيسا ان العيد كلا لا ودا جنن انينو اطيعنون امر كيسا قادنو شرعي كيسا انان التزامنو وحو جعل يحي انان كو دادالو وحو نعيب يحي انو اسكا الىنون كفوغانو بلن كاسي ربي بين الله قال تبارك وتعالى الله نا قرانك كريم كابو كسجلي او انو غو شيغي بلنتاس انو ان لا غلي الله تبارك وتعالى وحو انو شيغي ادم عرورتيسي ان الهي سو اوروريي او اسو كيناي او ابياشو دبر كودا لغا سو اوروريي سيده النبي حديثكيسا كو شرحي صلى الله عليه واله وسلم انت ولي لا ابورينو لكينين با ليسو كيناي والله قادر على كل شيء الله نو اودا وحكست مركاس ربي تبارك وتعالى وحا مرخاتي قلي الست بربكم بوكير ورسول ربي جين مي كل وحال اسكو راعي ربي ناتاي معنى هذا معي تاي كلي غاب انا ابورتي وقرسنا اديغا انا مامولو وانقرسنا اديغا انا له وقرسنا اديغا انا ارساق وانقرسنا وكليغا اديغان كو عابودينا كليغا او كو راعينا وقرسنا بلنتا مقادين وقادني بلنتا سي اي نو سو قادني اون ربي ان كا قادني ومد علمه مركو دلانيو او كو دلانيو واه علمه اما والدك قالها اهاده اما والدك دلاي مسلم ها اهادين اسقو بلنتا خصوصا قلبيسا اي كو جيرتو هويدي كسو بخايا ما من مولود الا يولد على الفطره النبي صلى الله عليه وسلم معناها فطرته سداس واه سداس دراديد لبد والد ايا بدله او فطرتي كهليا او كريستن كدغا اما يهودي كدغا اما مجوسي كدغا هذي مسلم بهنا فطرتي وانا سنيده او كدشاي بي كبرباريان او خوجيان هذي فطرته سيان لبدلين او وح بدلا اينن هلين حتى حدوسن كتابو ايمان او رسولو سن او ايمان هو كرسن يحي انو ربي ليه ربك أوليه هنا إنه كرتش رو قرصيه. دتك أن ديني قارن أو كتاب قارن أو أفريقيا كنول أو إيشيا كنول أو عالم كنول أو ولي قد كتاب إلهي آن مقال رسول صادرين آن مقالين هداد ويديسو ياكو أبو ري وحكولي هاي لقديسو كعبرية الله باي أبو ري بوليه حقي شراء كربو شراء حقي كتمد وحي كتمد بل انت الهي تبارك وتعالى ادومدي سو اي كقادين ايا لوغو دلانيا او لا ايماناي ادونكا مركا لا ايماناي قلبيكا كو جيرتا بل انت ربيغا اد كقاداي ما فوليسي ما تشبيسي سيد اوغا سو بخداي الله تبارك وتعالى بل انت سمركات فوليسو اسغونا بلن بو كو قادو كو فولينيا ربني اسرائيل بو ربي تبارك وتعالى سدا او شيغ اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ورنعمتي اريدين كن نعمي ربني اسرائيل وحصوصتا واوفوا بعهدي بلنت ايدنا اوفي اوفلي اوفي بعهدكم اني كن بلنت ايدين قاداي بان ايدين فولينيا الله بلن بو قاداي ادومديسا او قاداي ادومدونا بلن بي قادين ربي قود او قادين بلنت ربي اد او قاداي وا ان عابدو او ادن او شريغيرن او عاصين او ددعدو اللهنا بلن و هو كو قاداي هداد انت كسو بخدو انو جنك غي عذابنا كا الهالي بلنت فولي ولو فولي بلنت شبي وشبنتاي هذا كرنا يا باشا مرحبا هذا شبي سو حق ربنا تبارك وتعالى وين بقطع لان شرط بين يدي اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم بلنت ادو مدى سيدوكا ايش اثبات كشيء شركاته وحبات سكوكته وحبات كلا صحيحتين بلن بات سيسي وكوكلا تكتين وين لازمتي وين هذه لابسه هذا دليل عليه وإذا زوما دنتا دكاتو استينا تبيس مال بور دنتا دركت واد خيانت دت كي بعد وقبل حضي بل أنت ما تبيسين لا دين لمن لا عهد له دين ملي دين ملي إمساس حاجك كنا قلنا قريس أو عمرنا كنا قلنا قريس أو صفك وراك كنتو كنيس أو سلاتي سو بدنتا أو صدقتي سو بدنتا أو بلنا نلوسو هكاكي ملا دوسو هكتم عليه
qawl ma leh, wuxuu ku yidhahdo wax ka soo qaad ma leh, wixii la qortahay wax ka soo qaadi maayo, ballantaa dhigataan ma qofinayo. Haaway diintii, laa diina liman laa cahda lahu, buu nabi maxamed yidhi sallallahu calayhi waali wasalam. Diin ma leh ruuxaan ballan lahayn. Ballanta ciddaad la galayso ama gaal hanno ama muslim hanno, ballan waa ballan. Xataa gaal haddaad ballan la gasho waa inaad fuliso. Waana keeni doonaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh mucaamalaadkii uu gaalada la mucaamaloon jiray iyo siduu ballanta u ilaalin jiray tusaalayaal ka mid a iyo amhilaynu keeni doonaa biidni illaahi tabaaraka watacaala khutabkeenna soo socda, saynu u ogaano diintani waxa ay tahay, saan u ogaana diintani iyo cubuuddeeda iyo dadkeedu say u ilaaliyaan qiyamka iyo sharafka iyo wanaagga u ilaaliyaan. Allah tabaaraka watacaala ballantii cahdigoo la ilaaliyo wuxuu ku daray khayrka dhammaantii khisaashiisu ku daray. walaakina albira man aamana billah, biriga iyo wanaagga, biriga waxaa la jimaacu lkhayr, khayroo dhan meeshuu isugu yimaadaa biriga la yidhahda, biriga arrimihiisa markuu alla tirinayo tabaaraka watacaala wuxuu yidhi walmufuuna bicahdihim idaa cahaduu, ahlulbiriga iyo asxaabulbiriga ballanta markay galaan way oofiyaan. suu soo waday sifaatkaa uu siiyey kadib wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum lmuttaquun, kuwa runta sheegay waa kuwa ilaahay ka baqana waa kuwaas waa layidhi tabaaraka watacaala. bimacnaa haddaad ballanta aadan oofin ilaahay kama baqdid. allah tabaaraka watacaala walaalayaal hanjabaad adag buu u jeediyey dadka ballamaha intay galaan jabiya, dadka ballamaha aan ilaalinin alle waa u goodiyey tabaaraka watacaala. wuxuu rabbi yidhi tabaaraka watacaala ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim, kuwa ilaahay ballantay la galeen iyo ballamihii iyo heshiisyadii adkaa ay wada galeen kuwa iibsanaya oo dhaafsanaya waxoogaa adduunyaa thamanan qaliilan waa la kacbiri, lacag yar thaman qaliil ah wuxuu qur-aanku ka cabirayaa adduunyadoo dhan oo laysu geeyey baa lacag yar ah, adduunyadoo dhan oo laysu geeyey baan qiimo ku fadhiyin ilaahay agtiisa tabaaraka watacaala. low kaanat idunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqa minha kaafiran sharbata maa, kaneeca garabkeed xataa uma dhiganto. sidaas daraaddeed thamanan qaliilan waa wax aad u qiimo yar oo marna qur-aanku uu ka cabiro mataac, alaab qiimo liidata wa waxoogaa adduunye abuu ballantii uga baxay, kursi buu dhaafsaday, xoogaa shirimaa buu dhaafsaday, magac buu dhaafsaday, masluxu meel ka arkoo dhaafsaday, ballantii buu dadkii uga baxo ku khayaamay. ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim thamanan qaliila, dadka noocaasi alla wuxuu yidhi ulaa'ika laa khalaaqa lahum, wax nasiib ah iyo dheef a ma laha, aakhara waxba kuma laha. wariyaha waaye ciddaan aakhara waxba kulahayn waa gaalo. muslimka si kastoo casi uu u yahay marba hadduu tawxiid iyo iimaan ku dhinto aakhara xunubuu kuleeyay waxbuu kuleeyay, laakiin yaa waaye ciddaan aakhara waxba kulahayn, laa khalaaqa lahum waa gaalo, gaalaan aakhara waxba kulahayn. allah wuxuu yidhi tabaaraka watacaala walaa yukallimuhum allah, ilaahay la hadli maayo maalinta qiyaamada, walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama, alla fiirin maayo dadka noocaasa il naxariiseed u dayi maayo, walaa yusakiihim, alla daahirin maayo u dembi dhaafi maayo, dadka loo dembi dhaafayo kuma jiraan, walahum cadaabun aliim, waxayna leeyihiin cadaab xanuujiya. baluu fiirsada dheef aakhara kuma leh, ilaahay la hadli maayo, il naxariiseed ku dayi maayo, daahirin maayo u dembi dhaafi maayo, cadaab xanuun badan bay leeyihiin. yaa waaye aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim thamanan qaliila, kuwa ballanta ilaahay la galeen tii addoommada ay la galeen jebinaya waxoogaana dhaafsanaya waxoogaa ku iibsanaya adduunyada. sidaas daraaddeed walaalayaal diintani waa diinulcahdi, dadkeeduna waa ahlulwafaa'i bilcuhuud, ballanta aad galaysee dadka la galayso ilaali asagoo og inuusan oofinaynin
oo uu ku talagashan yahay inuusan dhoofinaynin buu saxiixayaa. talagalkiisuna waxa weeye inuu ka baro, isagoo og inuusan fulinaynin buu haddana galayaa. waaba ku talagashan yahay, markaa horeba uu ku talagashan yahay inuusan iltizaamin oo uusan ku soconin. war ma gaal baa tahay? war dhaqankaasi xagee yaalla? war noocee u yaalla? war miyaadan muslim ahayn? war miyaadan qur-aanka raacsanayn? war miyaadan nebi maxamed rumaysnayn? war miyaadan ogeyn cahdiga iyo ballanku inuu adag yahay? gaar ahaan waxaa u daran bini aadamka marka ilaahay u nimceeyo tujaarta iyo ganacsatada dhaqaalaha leh in yaroo ilaahay u naxariistamo iyo badankood ballan male. madaxda iyo dadka kursiga ku fadhiyaay inta badan in yaroo ilaahay u naxariista mooye ballan male, qowla male, isdhaafi waay. war haddaadan ballantan iltizaamayn ha gelin, qowlkan haddaadan ku soconin ha gelin, saxiixan haddaadan fulinaynin ha gelin. haddaad gashana ilaali, duruufta waxay dooni ha ahaato, wixii dooni ha ku hayso, xaaladdu ha ahaato laazim. haddaadan iltizaamaynin, dadkii aad ballanta la gashay ku noqo sidii aad hawshii u farsamayn lahaydeen ayaga dib ugu laaban, laakiin dhankaaga inaad ka jabiso saad doontana aad yeesho laa lilxadiidi baqiya wa fi lmazaadati maziid وصلوا على وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.